في الفترة اللي فاتت في نجوم شباب كتير نجحوا في لون الكوميدي، بقى وجودهم في أي عمل معناه نجاح مبدئي للعمل ده، الجمهور بيحب يشوفهم. من النجوم دول أوتاكا، شارك مؤخرا في عديد من الأعمال، يمكن أخرها فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين اللي بيتعرض دلوقتي. أوتاكا منورنا في لايت شو، وأسئلة كتير بقى. مبدئيا اللوك لازم، يعني قبل ما أبدأ أي حاجة أسألك عليه. إيه رأيك؟ الشعر منور في الاستوديو، ده إيه قصة اللوك ده ولون الشعر ده؟ لا ده أنا بس عايز أخد أدوار أكبر مني. اكبر من كده طمع. ايوه اعمل جد بقى واعمل خال واعمل عم، نفسي اعمل الحاجات دي. لا ده ستايل عايزي تغيير ولا فعلا في دور خلصت بيه الدور بصراحه، لسه مخلص كمان كام يوم. ده كان فيلم ايه او ايه عمل ايه؟ لا دي حاجه مفاجاه بقى بجد. اه عارف مع مين؟ اي حاجه عنها؟ هو انا مؤلف فيها. انت مؤلف فيها وبمثل فيها. اوكي. وهي حاجه تخص جيم كبيره. جيم كبيرة؟ اه يعني مش انت شوقتنا اكتر. اه هي حاجة يعني جديدة علينا في ان احنا نعمل كده. طب عامة كويس ان انت فتحت الموضوع ده. انا وانا بعرفك قلت كوميديان، بس أوتاكا مش كوميديان بس، هو احنا عرفناك ان انت كوميديان، ولكن او الجمهور يعني اللي في ذهنه حاضر دايما، ولكن انت مخرج مسرحي، ظهرت في مسرح مصر وبتخرج وبتألف دلوقتي بتكتب، فايه الحدوتة بقى بالظبط بتاعت أوتاكا؟ يعني من الاول خالص من وانا عيل صغير انا نفسي امثل. اوكي. اللي عايز يبقى دكتور واللي عايز يبقى مهندس والحاجات دي. انا من وانا عيل صغير انا نفسي امثل. ما عندكش اي حد في العيله في حته فنيه كده؟ والد الله يرحمه، الله، انا لما اتولدت لقيت عنده غرفه فيها كل الالات الموسيقيه. اوكي. كتب كده مجلده لكل الاغاني بتاعه ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، الكلام وقصادها النوته الموسيقيه، الجمله الموسيقيه نفسها. هو كان بيحب المزيكا جدا. بس طبعا لما اتجوز وخلف خلاص بقى انتوا العيال نسيتوا كل حاجه. اه نسيت كل حاجه. بس اختي الكبيره فنون جميله. اوكي. فيها برضو يعني واخده اللاين الفني ده، وهي كانت اكبر مني. فلما انا رحت بقى اتدروشت كده ورا المسرح من وانا في المدرسه، وكملت بقى في الجامعه في مسرح كليه التجاره بقى. يعني بعتبر ان مسرح كليه التجاره ده هو البدايه بالنسبه لي، لان انا قابلت هناك استاذي حسين محمود الله يرحمه، ده بالنسبه لنا بقى قائد الاجيال كلها اللي موجوده دي دلوقتي. وده كان يعني كان مهم ان الواحد يقابله، ان خدت معاه فتره كبيره. وموضوع ان انا ابقى مخرج مسرحي هو اللي حببني في الموضوع ده. بدا من وقت الجامعه؟ اه يعني مش بس ممثل مسرح، انت بتخرج الحته بقى الاخراجيه دي. الاستاذ حسين محمود الله يرحمه هو السبب الرئيسي فيها. يعني هو اللي زق وشاف ان انا ممكن اعمل كده. لكن انا كنت ببعد وباخد دايما خطوات ورا اول ما تيجي سيره الاخراج دي. ليه بقى؟ ما حاجه تخوف برضو، اخراج المسرحي مش سهل. طب انت خلصت المرحله بقى الانتقاليه اللي هي ما بين الجامعه ومسرح الجامعه، وتاسست وبدات تعرف يعني على فكره مخرج مسرحي، وبعد كده دخلت بقى على طول السوق زي ما انت بتقول. وكانت ايه البدايه؟ مسرح مصر كانت البدايه؟ لا لا، مسرح مصر ده كان زي تكريم، ما كانش البدايه. كنت ساعتها كان مسرح مصر دي كنت بعمل اللالا لاند. مع استاذ دنيا سمير غانم واخراج استاذ احمد الجندي. فلما لما ظهرت في الحلقات الاستاذ اشرف عبد الباقي كلمني وقال لي ايه الحلاوه دي وايه اللي انت عامله ده، ده لازم تيجي معانا مسرحيه في مسرح مصر. فجريت على طول يعني في نفس اليوم انا كنت هناك بقى. الكواليس بقى وانت معاهم وانت كنت بتتعامل يعني كنت تعرفه بعد واصدقاء؟ كلنا اصحاب اصلا. ايوه. اصلا لما رحت هناك لقيت الكواليس بتضحك اكتر اكتر، فبقيت قاعد جوه مش عايز اطلع اتفرج على المسرحيه، مش عايز انزل. بقول لهم انتوا هنا بتضحكوا اكتر. لقيت حاجه في مسرح مصر غريبه جدا. المسارح عامه او اي اماكن بيبقى فيها شغل تصوير او بتاع بيبقى فيه غرف فنانين. غرفه الفنان فلان، غرفه الفنان بالاسم كده على الباب ومن غير اسم بس بيبقى معروف. انا هناك لقيتهم كلهم قاعدين في غرفه واحده. فالضحك طبعا مش طبيعي ان المجموعه دي كلها في غرفه واحده، مش ممكن بجد. الكيمياء بينك وبين مين اقوى كيمياء فيهم يعني؟ لا كلهم. اللي هو الدويتو بقى الرهيب؟ لا هم كلهم اللهم لك الحمد، يعني زمايلي كلهم الحمد لله رب العالمين، بحب اشتغل معاهم وبنعرف نطلع مع بعض شغل حلو كلهم.